عندنا لا خطوات لا والو تنعسوا منا للكارتون. مات لي ولدي هنا فهاد اللي كنا كان مريض ومات لي هنا تجاو هما هزوه داو بقيت انا تنموت سيناريا ثانيه زو خويا ما كنعسوش كنعسو جالسين منا خايف على الدراري ولادي وبنتي عندها 10 سنين تيخيف على اللي يجي خونا اللي يجي واحد انا كنطلب الله المحسنين يجيو ينظروني نظرة الخير ويشوفوني في هذه الحاله ويشوفوا وليداتي ويشوفوا امي مرا كبيره في عمرها 85 عام راني خويا راه طلبت في هذه الزرقاء هذه. انا خويا كنا عايشين في الدار ما خصنا حتى شي خير كنخدم علينا خويا الكبير كيخلص الماء والضو والكره اي حاجه كنبغيوها كيجيبها لينا. دابا مسكين من توفى نضمو الدار قال لنا دابا خوكم اللي عندي علاقه بيني وبينه كيخلص لي الواجب ديالي راه توفى الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين. دابا خرجوا عليا غتعطوني المحل ديالي يا بنتي بلا ما نتحاك معاكم بلا والو خذوا لي المحل ديالي الله يرحم لكم الوالدين. المهم راه كبيره ما عندهاش مسكينه الجده غتجري معاه في القانون والمحاكم عندها 85 عام قلت لها ما عرفتش ديري صافي ما بقى قد ما فات خويا مات صافي ما كاينش حنا ما عندناش امكانيات باش نخلصوا ليه صراحه الكرا ديالو غنخويو ليه المحل ديالو نشوفوا فين نمشيو. جينا خويا لهنايا النهار اللي جينا كنصواني وخويا هنايا بانوا لنا الناس بزاف نعسين هنايا قلت له فين غنمشيو بنيتي غنبقاو هنا في الزنقه قلت له نمشيو حدا موريزكو منها الامان منها الناس ضامنين حاضيننا حارسين علينا حارس الكبير والله شهرين اخويا دابا وحنا دابا هنايا الشتا والبرد علينا عرفتي تكرفسنا مزيان لا مانط لا والو كنفرشو غير الكرتون واخويا واحد الحاله لا يرتدى لها والله ودابا مسكينه امي كتبكي وكيبكيو ليا الدراري وكيقول ليا واش حنا غنبقاو في هاد الحاله كنقول لهم انا ما عنديش الجد هاد الحاله هي اللي غنبقاو فيها هادي ما تيعفو علينا الله ولا يوقفوا معنا شي محسنين ويجيو عندنا ويطلعوا علينا ويطلعوا علينا وينظروا نظرة الخير ويحنوا علينا في قلوبهم القبائل حنايا حتى حنا مسلمين وحتى حنا من دمهم ولحمهم حتى حنا مغاربه بحالنا بحالهم اللي يبغيو لولادهم يبغيو لولاد الناس. زو خويا ما كنعسوش كنعسو جالسين منا خايف على الدراري ولادي وبنتي عندها 10 سنين تيخيف على اللي يجي خونا اللي يجي واحد راه ما نعاودش لك اخويا راه زعما راني تعلمت بزاف اخويا طبت ما قدرتش نبقى في هذه الحاله هذه راه كنفرشو اخويا الكارطون دابا كنطلبو من المحسنين يتعاونوا معنا ويمدوا لنا يد المساعده الله يجازيهم بخير الله يرحم لهم الوالدين وينقذونا من هذا الشارع هذا. انا كنطلب الله المحسنين يجيو ينظروني نظرة الخير ويشوفوني في هذه الحاله ويشوفوا وليداتي ويشوفوا امي مرا كبيره في عمرها 85 عام راني خويا راه طلبت في هذه الزرقاء هذه انا كنعيشوا في الزرقاء بحال هكا ومات لينا خويا نيت هو الاول مات ودابا الوالده كتبكي اثر على هذاك البرد والشتا قالت لي انا غنتبع وليدي وعاد تنعيشوا هكا ولدي انت المحسنين تيجيبوا لنا شي حويجه ما ناكلوا ونتقوتوا بها ونتغطوا ونعسوا ما عندنا لا خطوات لا والو تنعسوا منا للكارتون للكارتون تنعسوا نعسوا تما تصبح بحال ربي راه تيشوف فينا ولدي ما عندنا ما نديروا. مات لي ولدي هنا فهاد اللي كنا كان مريض ومات لي هنا تجاو هما هزوه داو هادو مالين السبيطار بقيت انا تنموت سيناريا ثانيه واش غادي ندير ما عندنا فين نمشي ولا فين نجي ولا والي لا الله سبحانه الا هو راه تيشوف فينا ما عندنا ما نديرو ولد بيد الله سبحانه الا هو الله يطول عمر المحسنين له كاين شي محسن يحسنوا بينا لا الا فينا وما قالش ما عندنا لا الا لا والو ولد ما عندنا غير الله سبحانه غير انا وليداتي تنعيشو انا وهاد البنية وهاد الوليدات اللي تشوفهم تيدورو بينا طار حنايا مات ولدي الاول مات ولدي الثاني مات باهم شحال سنين متعددة بقينا حنا تنطلاوطو من دار لدار من دار لدار ونجي شنو تعاون هادو ما عندنا ما تقرطو لا كرا لا والو
جينا قلنا اش نديرو نمشيو للسبيطار نعسو فيه الا خداونا حتى هما. ايوا هادشي ما نقول لك اولدي ما عندي ما ندير.